أحسن الله إليكم. الأخ أبو عبد الملك من القصيم أرسل مجموعة من الأسئلة نختار منها البعض نظر لكثرة الرسائل التي وصلت. يقول فضيلة الشيخ، حينما نتكلم عن مسألة سد الذرائع الموصلة إلى الحرام ومسألة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، البعض يتهم الآخرين بالتضييق على الناس، هل من توجيه حول هذه الكلمة وهذا المصطلح؟ سد الذرائع و يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قواعد عظيمة تدرأ الخطر عن المسلمين. فالوسائل والذرائع التي تفضي إلى الحرام لا شك في حرمتها، وهذا جاء كثيرا في القرآن وجاء في السنة النبوية. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين وفي كتابه أيضا إغاثة اللهفان، ذكر 99 مثالا لسد الذرائع من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، لأن فيها في سد الذرائع مصالح للمسلمين وفي فتحها شر على المسلمين. فهؤلاء الذين يتكلمون في سد الذرائع ويقللون من شأنه إنما يريدون أن يتوصلوا إلى مآربهم وإلى رغباتهم التي هي مفاسد وسد الشرع الوصول إليها، فهم يريدون أن يفتحوا الوصول إليها ليروجوا أفكارهم ويروجوا شبههم على المسلمين. فلا بد من الالتزام بسد الذرائع، ولا بد من الالتزام بدرء المفاسد، تقديم ذلك على جلب المصالح، فهذه في صالح المجتمع عموما وفي صالح المسلمين خصوصا. نعم.